لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في موقع الهيئة، طلبة جامعة ديالى ينظمون تظاهرة تضامنا مع المشاركين في الاحتجاجات السلمية. في صحيفة العرب اللندنية، عبد المهدي يدعي للميليشيات بالتصدي للمتظاهرين بحزم. في صحيفة المدى، حقوق الإنسان 15% من جرحى المتظاهرين لم يتعالجوا في المستشفيات الحكومية خشية اعتقالهم. في العربي الجديد، تظاهرات العراق، تمديد حظر التجوال في البصرة وكر وفر في بغداد. في صحيفة القدس، الصدر يحذر من مواجهة بين المحتجين العراقيين والحشد الشعبي. في الشرق الأوسط، أمريكا تتحرى تفاصيل الصادرات الإنسانية إلى إيران. وفي الحرة، عراقيات يتحدين الرصاص، نساء تعددت أدوارهن باحتجاجات العراق. السلام عليكم. المؤكد أن لبنان والعراق بعد ثورتيهما الشعبيتين لن يظلا على ما كان عليه من قبل، ولعل العراقيين الذين لم تنطفئ نيران انتفاضتهم الشعبية الكبرى برغم سقوط 150 شهيدا في صفوفهم برصاص القناصة والقوة المفرطة للأجهزة الأمنية وبعض الميليشيات السائبة، سيكونون أول من سيتلقف تداعيات الانتفاضة اللبنانية. مقال للكاتب عريب الرنتاوي في موقع الحرة. والحقيقة أن ثمة ما يغري للمقارنة بين انتفاضتي لبنان والعراق الشعبيتين، ذلك أن كلا البلدين يخضعان لنظام المحاصصة الطائفية، وشهدا خلال السنوات والعقود الفائتة تورما في الهويات المذهبية والعرقية حد ابتلاع الهوية الوطنية الجامعة. وكلا البلدين تعتصرهما جراء ذلك أزمات اقتصادية ومالية خانقة، حيث انهارت الخدمات، ماء نظيف، كهرباء، تعليم، صحة، بنى تحتية وفرص عمل، وتفشى الفساد بغياب المحاسبة والمساءلة وسيادة القانون ووجود حواضن طائفية حزبية للفاسدين، حيث ترتفع في هذين البلدين كلف الفساد كما لا يحدث في كثير من دول العالم. فضلا عن ذلك، فإن البلدين يخضعان لتأثيرات اللاعبين الإقليميين والدوليين أكثر من غيرهما من دول الجوار، فالانقسام الطائفي القومي سمح لمكوناتهما بنسج علاقات تحالف واستتباع مع حواضر وعواصم إقليمية ودولية اتخذت من البلدين ميدانا لحروب بالوكالة وساحة مفتوحة لتسوية الحسابات في هذين البلدين وعلى حسابهما في انتفاضتي البلدين. سقطت كثير من التابوهات ونزعت القداسة عن أحزاب وزعماء ورجال دين، ظل انتقادها لسنوات طويلة في عداد المحرمات التي تكلف من يجرؤ على المس بها معاشه وموقعه ودوره وربما حياته كذلك. لا نعرف كيف ستنتهي انتفاضة لبنان ولا كيف ستتطور انتفاضة الشعب العراقي، لكن المؤكد أن لبنان والعراق بعد ثورتيهما الشعبيتين لن يظلا على ما كان عليه من قبل. إيران عرضة لهزات ارتدادية لهذه التحركات الشعبية، وحلفاؤها سيتصدرون قائمة الخاسرين بنتيجتها. يدرك الشبان العراقيون الثائرون على النظام القائم أن مشكلتهم الأساسية مع إيران ومع أدوات إيران في السلطة ومع التواطؤ الأمريكي الإيراني الذي أوصل العراق إلى ما وصل إليه. مقال للكاتب خير الله خير الله في صحيفة العرب اللندنية. اعتمدت إيران في سعيها منذ عام 79 و900 وألف إلى التمدد في كل الاتجاهات على ميليشياتها المذهبية،
فالرابط الأساسي بين إيران والعراق حالياً يتمثل في الميليشيات التابعة لأحزاب مذهبية عراقية توجهها طهران بالطريقة التي تريد. هل هذا كاف كي تصبح بغداد ضاحية من ضواحي طهران؟ أثبتت هذه الميليشيات أن لا حدود لولائها لإيران وللولي الفقيه عندما قاتلت إلى جانب الحرس الثوري في الحرب العراقية الإيرانية بين 1988 و 1990. كانت هذه الميليشيات رأس الحربة في الهجمات الإيرانية على العراق طوال الحرب، ولم تترك لاحقاً أي مناسبة إلا واستغلتها من أجل تخريب العراق وتدمير مؤسساته. ففي العام 1991 مباشرة بعد الهزيمة التي لاحقت بالقوات العراقية في الكويت، هاجمت هذه الميليشيات مناطق عراقية معينة. ثم تحاجة إلى العودة بالذاكرة إلى تلك المرحلة للتأكد من أن الأهداف الإيرانية في العراق لم تتغير يوماً. هناك سعي إيراني إلى تحويل العراق إلى مستعمرة إيرانية، هذا ما لا يقبل به العراقيون بما في ذلك الشيعة. هؤلاء يؤكدون يومياً أنهم عراقيون أولاً، وأن الاستعمار الإيراني ليس مقبولاً حتى لو جرى إلباسه ثوباً مذهبياً، وحتى لو وجد له غطاء اسمه الحشد الشعبي. ليس طبيعيا بقاء الوضع العراقي كما هو عليه، أي أن تحكم بغداد من طهران. في النهاية العراق هو العراق وإيران هي إيران. الأهم من ذلك كله، ليس لدى إيران تجربة ناجحة تستطيع تصديرها إلى دول الجوار وإلى ما هو أبعد من دول الجوار مثل سوريا ولبنان واليمن على سبيل المثال، وليس الحصر. كل يوم تؤكد لنا الحكومة أنها حكومة سريعة جدا في قراراتها الخاطئة وبطيئة جدا جدا وجدا في اتخاذ قرارات صحيحة، ما يدل على أن هناك مسافة شاسعة بين تفكير الحكومة ومعاناة قطاعات واسعة من الناس. عن انتفاضة تشرين كتب علي حسين في صحيفة المدى. وحين يخرج الناس للمطالبة بحقوقهم يطل علينا مسؤولون بابتساماتهم الصفراء، يصفون المتظاهرين بأنهم أصحاب أجندات خاصة يسعون لتخريب البلد. عشنا خلال 16 سنة الماضية مع حكومات ظلت تصر على أنها منتخبة من الشعب، فيما الشعب المسكين لا يعرف حتى أسماء وزرائها، ولم يتسنى له التعرف على الإنجازات العظيمة لأعضائها في مجال السياسة والعلوم والاقتصاد. حكومات أغمضت أعينها ولا تريد أن تعرف أن العديد من حكومات العالم المنتخبة تسقط حين تفشل في الإيفاء بوعودها للناس. فكيف بحكومة ضربت الرقم القياسي بعدد الذين قتلتهم في ساحات الاحتجاجات؟ ما يحدث كل يوم يدل على تخبط الحكومة وتصميمها على الضحك على الناس بشعارات جوفاء. حكومة أوجعت رؤوسنا بكلمة الشعب للكذب على الناس دون أن تكون عندها أي قيمة لهذا الشعب. حكومة دفعت الناس إلى حالة من الاحتقان الدائم ومن الكراهية للعملية السياسية ومن الإحساس بالظلم. فقراء بلادي مظلومون، الشباب يضيعون في بحور البطالة، والنصابون يزدادون ويتاجرون بأحلام وأموال الناس، والخصومة تزداد بين رجال السياسة وبين عامة الشعب. حكومة تصدر للناس تصريحات فاسدة فقد صلاحيتها وتعجز عن توفير أبسط الخدمات التي تقدمها دول وحكومات لا تملك 10% من ميزانية العراق. الدول تحمي مواطنيها بالشفافية والنزاهة والعمل المخلص، فيما تحولت حكومتنا إلى جهنم تكوي الناس بلهيبها. حكومة لا تقيم وزنا لهموم الناس ولا تبالي لسرقة المال العام الذي لو جمعه السراق يمكن له أن يغطي ميزانيات دول الجوار.
لا تريد الحكومة ومعها مجلس النواب أن يدركوا جيداً أن ما حدث خلال الأيام الماضية هو باختصار شديد أن مدن العراق استيقظت وقررت الخلاص من كل من تسبب في تقزيمها وتراجعها وخرابها، ومن ثم فهي ليست تظاهرات ضد الفساد والخراب فقط، كما أنها ليست تظاهرات من أجل التغيير والإصلاح فحسب، بل هي تظاهرات لها هدف واحد هو استعادة العراق من خاطفيه. نشر صحيفة أوبزرفر تقريراً عن الاحتجاجات العراقية ضد فساد النخبة الحاكمة، وقالت إن التظاهرات في العاصمة بغداد أصبحت أمراً عادياً. بداية التظاهرات كانت موجهة ضد الفساد وغياب الوظائف والخدمات الأساسية، وبعد الرد القمعي المتوحش من الحكومة عليها تداعت الدعوات من المشاركين فيها لاستقالة الحكومة. وتعلق الصحيفة أن العراق بات وسط موجات من التظاهرات خرج فيها الآلاف مصممين على تغيير النظام السياسي والذي ظهر بعد الإطاحة بنظام صدام حسين عام 2003. وقال متظاهر اسمه أحمد عزيز كاظم: جئنا هنا كي نحتج على ضياع البلد وخرجنا للإطاحة بالحكومة. وفي الوقت الذي شهد فيه العراق موجات من الغضب على الحكومة، إلا أن الاحتجاجات الأخيرة غير مسبوقة من ناحية رفع الشعار الوطني المعادي للطائفية والتي شاركت فيها غالبية شيعية حانقة على المؤسستين السياسية والدينية اللتين حملتا مسؤولية العجز والفساد طوال 16 عاما الماضية. ولكن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الذي وصل إلى السلطة قبل عام تقريبا قاوم الدعوات التي تطالبه بالتنحي، وحذر من حالة الفوضى التي ستعم البلاد لو استقالت حكومته، ونظرا لمواصلة المتظاهرين وإصرارهم على مطالبهم فمن المتوقع استمرار الاضطرابات مدة طويلة. ورغم دعوات الانضباط إلا أن حصيلة يوم الجمعة كانت 53 قتيلا، مما زاد عدد القتلى إلى 200 منذ نشوب الاحتجاجات قبل 3 أسابيع. وفي التقرير الذي أعدته سيمونا فولتن جاء فيه أن الناس بدأوا الأسبوع الماضي وقبل احتجاجات الجمعة التي كانت الأكثر دموية في الأسابيع الثلاثة التي خرج فيها المتظاهرون بتخزين الطعام والمياه، وظهرت الحواجز الإسمنتية في الليل من أجل حماية المناطق القريبة من المنطقة الخضراء. أتمنى على اللبنانيين والعراقيين ألا ينتظروا ردة فعل الولايات المتحدة أو حتى الأمم المتحدة أو أي جهة غربية من حراكهم. هذه الدول يسيطر فيها اليسار الساذج الذي دمر منطقتنا بجهله وعدم إدراكه، اعتقادا منه أنه إنما يهدينا السعادة على يد الأحزاب الدينية التي دعموها ضدنا نحن الشعوب العربية، مقال للكاتبة سوسن الشاعر في صحيفة الشرق الأوسط. على اللبنانيين والعراقيين ألا يستعينوا بأي من مبعوثي الغرب أو مندوبيه، فلم يجلب هؤلاء سوى الخراب، فقد ضاعت بوصلتهم مع الشرق وهم حيارى فينا وفيما نحتاج وما نريد. هذا أقل وصف ممكن أن نصف به موقف المجتمع الدولي المصدوم برفضنا هداياهم الثمينة وديمقراطيتهم المغشوشة. تقول الباحثة في معهد واشنطن أنا بوشفسكايا: يمكن قول الكثير عن الأخطاء التي ارتكبت بعد غزو العراق عام 2003، لكن لا يمكن الإنكار أنه جلب الحرية. وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن 40% من العراقيين ولدوا بعد عام 2003 ولا يعرفون سوى ديمقراطية العراق غير المستقرة، لكن مع تلاشي صدام من الذاكرة فمن المحتمل أن يصدقوا الوعود البديلة بصورة أكثر. العراق لم يضع بعد، لكن لو استمررنا في تجاهله فسيضيع قريبا. انتهى الاقتباس. تخشى الباحثة الأمريكية وهي من أصل روسي أن يتمنى العراقيون عودة الأمن على يد قيادة قوية حازمة، فبعد مضي 16 عاما على سقوط نظام صدام حسين وبعد تغلغل النفوذ الإيراني في العراق وهيمنته على السلطة وبعد تعزيز نفوذ المراجع الدينية برعاية أمريكية،
بقيت حقائق مهمة لا بد أن تقر بها الولايات المتحدة. فليعتمد العراقيون على أنفسهم فقط وليحذروا مد اليد الغربية بادعاء المساعدة أيا كانت، فكلها ملغومة في ظل طغيان اليسار الغربي الساذج الذي سيعيد تعزيز موقع الأحزاب الدينية التي نرفضها. قد لا تنجح انتفاضة الشعب اللبناني في هدم الطائفية والاستبداد على المدى القريب، لكنها هزت أركان النظام العربي الذي استكان إلى التقسيمات المذهبية والطائفية وحكم أقلية متنفذة تتغذى على الصراعات الفئوية والطائفية ومن التبعية لإملاءات السياسة الخارجية، بل وتزدهر منهما، وفتحت بوابة العالم العربي على الطريق إلى الدولة المدنية المبنية على المواطنة والحريات السياسية وحتى الفكرية. عن الثورة اللبنانية كتبت لميس أندوني في صحيفة العربي الجديد: الانتفاضة العابرة للطوائف تعني بروز وعي بالمصلحة الطبقية، أي أن الصراع طبقي في جوهره، وأن التمثيل الطائفي يحمي الفئات المتنفذة في الطائفة وتجعل منها شريكة في نظام اقتصادي يتجاهل بل يخرق حقوق الأغلبية، خصوصا في عصر النيوليبرالية الاقتصادية. ويهدد هذا الوعي بهدم مفهوم الطائفية الذي يصنع وهم حماية زائفة تزيد ثراء القيادات، فيما تدفع جموع الطبقة الوسطى وخصوصا الفقيرة إلى أتون الحروب الطائفية. لكن التحدي الذي تشكله الانتفاضة اللبنانية لأركان الأنظمة والقيم الاجتماعية المستبدة يعني أنها استفزت ليست القوى اللبنانية ودول عربية تريد الإبقاء على الطائفية في لبنان لضمان نفوذها فحسب، بل والمؤسسات الدينية التي تحتكر تفسير النصوص لمصلحتها ومصلحة مموليها من حكام وأجهزتهم الأمنية. وبالتالي تعمل قوى الثورة المضادة الآن في العلن والخفاء لإجهاض الحراك الشعبي اللبناني، فالطائفية تتمسك بمؤسساتها الدينية، ولا يوجد نظام مستبد إلا ويصاب بذعر من ردم الطائفية فكرة وقيمة توحد المقهورين ضده. فمعظم الأنظمة استعانت بل أحياناً زرعت النعرات الدينية والإثنية والمناطقية أو عمقتها لفرض سلطتها على شعوبها، فلم تسعى معظم الأنظمة إلى إزالة الحواجز بين مكونات الدول العربية والعالم العربي التي خلفتها قوى الاستعمار القديم وحرضت عليها قوى الاستعمار الجديدة ممثلة بالولايات المتحدة الأمريكية، بل حولتها الأنظمة إلى جدران بدأت الانتفاضة اللبنانية بهدمها. تحدت الانتفاضة اللبنانية جميع الأحزاب اللبنانية المشاركة في الحكومة لأنها لم تجد حزباً فيها يرفض سياسات التجويع، ولكن صرخة الانتفاضة اللبنانية التي لم تفهمها الأطراف اللبنانية في الحكومة أن التوافق الطائفي تحت أي مبررات أدى إلى تمرير تعميم الظلم الاجتماعي وشرعنته. أطلق مركز إدارة موارد الحياة البرية في ولاية جورجيا الأمريكية تحذيرات تقتضي وجوب قتل سمكة رأس الأفعى البرمائية المفترسة حال رؤيتها، وذلك إثر تلقي بلاغ عن رصدها في بركة بمقاطعة غوينيت. وأظهرت دراسة حديثة أن المياه ذات الحموضة العالية أو المياه عالية الملوحة أو تلك التي تحتوي على نسب عالية من ثاني أكسيد الكربون تدفع سمكة رأس الأفعى المفترسة للتوجه إلى اليابسة. تعتبر سمكة رأس الأفعى الشمالية من أكبر أنواع السمك البرمائي موطنها الأصلي آسيا، وفي عام 2002 تم العثور على سمكة رأس الأفعى الشمالية لأول مرة في الولايات المتحدة في بركة ماريلاند. تمتلك سمكة رأس الأفعى أسنانا حادة وتتغذى على الأنواع المحلية من الأسماك والضفادع والروبيان، ما يؤدي إلى اختلال التوازن البيئي في بعض المناطق التي توجد فيها. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
نلقاكم بإذن الله.